بل متعت هؤلاء وآباؤهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لينتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يغفر برحمن لبيوتهم سببا من كندة ومعارج عليها يسهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل وينسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تلميهم ثم أو تعدلهم يوما كان في ضلال مبين. وإما تذهبن بك فإن منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. فانتمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينقصون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ولولا ألقي عليه أنورة من ذهب
darimin. Fastakhawfakumahu fa'atu'u innahu kanu qawman fasiqin. Falamma asafuna antaqamna minhum fa'arabnahum ajma'in. Faja'allahum salafahum masalan lil'akhirin. Walamma dariba ibnu Maryama masalan iza qawmuka minhu yasidun. Qalu a'aliyatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani Israel. Walau nasha'u ja'alna minkum malaikatan fil ardi yamlukun. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. Wala yasuddannakum syaitan. Innahu lakum adun. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad jinnukum bil himmati wal ubayyina lakum ba'dallazi tantalibuna fih. Wattaqullaha wati'un. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budun. Hadza siratun mustaqim. Fadzalabal azabu min bainihim. Fawailun lilladzina zalamu min azabi yawmin alim. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an tatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Al-akhillau yawmaidhin ba'dun li ba'din adun illa al-muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wa la antum tahzanun. Al-lazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa anwajuhum antum barun. Itaqu alayhim bisihabim min zamin wa awam. Wa fiha ma tashtahihim anfus wa taluzzu ayin. Wa antum fiha khalidun. Wa jangal jannatul ladhi uwaritumuha bima kuntum ta'malun. Lakum fiha faqidun kasyiratun wa minha taqmun. Innal mujarimina fi azab jahannama khalidun. La yufantaru anhu wa hum fihi mublisun. Wama zalamnahum walakin kanu zalimin. Wanadahu ya malikun yakni alayna rabbuk. Qala innakum makisun. Laqad jinnakum bilhaqqi walakinna ansarakum lilhaqqi karihun. Am abramu amran fa inna mubrimun. Am yasamuna anna la ta'lamu sirrahum wa najwahum. Wala warusuluna ladayhim ya'tun. Kul in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun. Fazarhum yakhudu wa yalabu hatta yulaku yawmahum allazi yu'adun. وهو الذي في السماء
مبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإنه علم ساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فارفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يورق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت رب ورب آبائكم الأولين بل هم بشك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نزل أن العذاب إنا مؤمنون أنا له ذكرى وقد جاءكم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا قليلا إنكم دعاء قليلا إنكم عائدون ويوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدعوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني قلت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فانتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأرب عبادي ليلا إنكم متبعون وانرك البار روه إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأعطوناها قوما آخرين وما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان آليا من المشربين ولقد انترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
صالحين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا ما رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام العصيم كالمول يغلي بالبطن كغلي الحميم خذوه فاغلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين وذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقوم عذاب الجحيم فنلم بربك ذلك هو الفوز العظيم وإنما يبشرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء رزقا وحيا به الأرض بعد موتها وتخريج الرياح آيات لقوم يوقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا لاتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه
أكبر نفسي ومن أصعب عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر وما طلبوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فانتبهها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مياهم ومواتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسب وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأدله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا آياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا توبوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل شيء جاسيا قوم تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تأمرون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويدخلهم ربهم برحمته ذلك هو الفوز العظيم وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليهم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن ومن أنتم بمستكبرين وَبَدَا لَهُمْ
منكم هذا وما ماواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا أما أنذروا موردون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أسار من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا بشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدءا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أنتم إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إن كنت قديم صدق الله العظيم.